أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج. يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الجوزاء الأربعاء 11 أغسطس 2021. لا ترتكب أخطاء جديدة بسبب تشتت انتباهك وأيضا بسبب مشاعرك وإلحاحك والتي تحدث بسبب انتقادك المستحق. الآن ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مهمة. اظهر الهدوء والصبر، فقد تصرف أنت على الطريق الصحيح نحو النجاح. أنت سريع الغضب، لا تلتفت إلى الملاحظات التي يدلي بها الآخرون. كن حذرا، فقد تتوقع جدالا بسبب المكاسب المالية. التغيرات الإيجابية ممكنة إذا قمت بتشريح أفعالك وتوخي الحذر في كلماتك. اتخذ الخطوة نحو الوصول إلى أهدافك وأفكارك التي تم تطويرها بالفعل. يوفر التكوين الكوكبي لهذه الفترة جميع أنواع الفرص الإبداعية والملهمة. لوضع خطط للمستقبل، انطلق في الرحلة التي تعتقد أنها تستحق النجاح والتقدير، فهي تساعدك على الاسترخاء. عاطفيا، إذا كنت تشعر حقا بالتغيير، فقد تكون الإجابة هي دعوة الأشخاص المختلفين حقا بكل معنى الكلمة، لأن واحدا أو اثنين من هؤلاء الأشخاص قد يقلب حياتك رأسا على عقب، ويمكن أن يستمر لفترة أطول مما كنت قد توقعت. الآن عليك أن تكون حذرا من فقدان الصبر. يمكن أن تعطي الطاقات الحالية شعورا سرياليا للغاية لكل شيء. ستشعر بالحسد الناجم عن نجاحك، وهو أمر عادي ولا ينبغي أن يزعجك. إذا كنت بحاجة إلى السفر، فكن حذرا بشكل خاص. حان الوقت الآن لتحقيق خططك والاهتمام باجتماعاتك. قد تجد صعوبة في التفكير في كيفية تحسين الأمور. إذا كنت على استعداد لإجراء بعض التعديلات فقط وتحليل الموقف الحالي، يتطلب منك النجوم أن لا تميل إلى بدء مساعي جديدة على المستوى الشخصي. تحلى بالصبر واللمسة. مهنيا، استعد لمشاكل العمل التي قد تحتاج إلى حلها على الفور بأي ثمن. حاول أن تكون هادئا، أنت تتطلع إلى الاستمتاع بإنجازات أحلامك. الطاقة المنبعثة من الكواكب تجعلك على اتصال بمشاعرك. يمكنك السفر وزيارة أقاربك، لكن كن حذرا خلف عجلة القيادة. من الجيد دائما تقدير أفعالك وأفعال الأشخاص من حولك. مهما كان ما تقرر القيام به، فقد تجد أن خططك قد تم تغييرها، خاصة إذا كنت قد قررت القيام بشيء خارج عن المألوف. ستسمح لك التغيرات التي تفكر فيها بإكمال المهام التي بدأت منذ فترة طويلة. لا تكن ساذجا وجشعا، وحاول أن لا تنفق أموالك على المقامرة، لأن الحظ ليس معك ولن يضاعف أموالك. حافظ على مزاجك وسلوكك الجيد بالرغم من مشاكلك. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.